شفتوا الجرامات ديالهم دونك عليا حتى شي هانتوما 33.57 ياكو في 430 وتضربوا الحساب في المنازل ديالكم باش تشوفوا الصح من الغلط. هانتوما 14400 تقريبا او 500 هكا 35 درهم تقريبا هكاك ديك 14435 هكاك و700 ريال وغادي نضربوها في 20 وقراو نتوما الريال بوحدكم لما نقول لكمش قراو الريال بوحدكم الا هي مليون 88000 ريال و700 هذا هو الثمن ديال هاد البراسليات هادو وما كنعطيكم الكالكول قدامكم قراو الريال بوحدكم اختكم راه ما زرقاء في الريال ها نتوما براسليات غزالين البنات الجرامات راكم شفتوهم ودابا روح انت حدا قدام هنا وحدك داك الكرسي وحدك هاك عطي الدوره في الساع شد الخاتم تبع عطي الدوره ما تحركش قدامي زيد يلا البنات بارطاجيو اللايف بارطاجيو اللايف هادو كل واحد خدات كل حاجه بحال دابا خدات حاجه وحده هي ضرب لا ليفريز ها عطيني الدور ساعتين انت بتبغي شي وحده نقولوا انا وغنمشيو لهاد النباله البنات غزاله القلوبه شحال فيه 1.8 بالنسبه للخاتم فيه 1.8 ها نتوما البنات حتى الدوره نعطيها لكم 1.8 زيد راه البراسلي قولي حتى الدوره ديالو حتى 5.8 عفاك اختي بغيت كور مبديت 1500 درهم وريني شي موديلات عفاك دوك حبيبتي لاباج راه حطينا شي كومنتات زوينين في لاباج شحال وهادو 5.8 البنات 5.8 لهاد البراسلي دونك هادو رحنا قلنا لهم الثمن قلنا لهم كلشي قدام العينين ديالكم شفتوا كلشي قدام عينيكم حتى شي حاجه ما خبيناها عليكم ايوا ودابا ها نتوما وبارطاجيو اللايف البنات ايوا يلا نستناكم شي حاجه بارطاجيو لي اللايف بغيت انا حتى يطلع شي شويه ما يبقاش في هذا الشيء هكا زيدوا بارطاجيو ودخلوا عند صحاباتكم وحباباتكم وجاراتكم والناس اللي كتعرفوهم في فيسبوكات يلا وريني حنيت يديكم بارطاجيو البنات وصاحبتي ما طالبه منكم والو غير بارطاج غير بارطاج انا تبلوكيت هذاك الشيء علاش حنا الحرب بلوكاني في فيسبوك نعطيو الخلا هانتوما النباله غزاله البنات هانتوما منقوشه هنايا غزاله غزاله هاد النباله هادي هانتوما حتى هادو راه 430 راه جديده البنات هادو راه في السوق تباع ب 500 درهم من الفوق لحسب الموديل ديالها جبناها اليوم حنا برومو ب 430 هاد المحسس هذا راه غير كنقيسو كيدير ليه الجرامات بغا يعبرني حتى انا ها نتوما البنات غزاله غزاله هاد النباله وغنعطيكم الدوره نعطيكم الجرامات ديالها قدامكم ها هي هادي تبارك الله فيها 22 غرام 65 وغادي نمشيو ها نتوما 22 غرام فاصله 65 وسجلوا عندكم باش ما تقولوش راني قلت لكم الغلط وغادي نديروا 22 غرام فاصله 65 ياكو في 430 ها نتوما ها هي دي 9700 درهم و39 فرنك ما عرفتش دابا اش كتقولوا نتوما دابا هادشي المهم 9739 وغادي نضربوها في 20 وغادي تعطيكم هذه 194000 ريال و79 درهم 79 ريال انتما قراو الريال بوحدكم انا ريال ما كنعرفلوش راه بوحدكم وضربوا كلشي في الكالكول عندكم في ديوركم طوالك 3 دي دخلي اختي الواتساب راه حنا حطيناهم تما في دخلي لنسيمه دخلي حبيبتي لسميتو لاباج راه كاينين حلقات ديال 3 دي غزالين كنا دوزناهم في اللايف البارح عفاك 1500 درهم ولا شي مدرب واخا اختي مرحبا نادين خليف اوب مرحبا واخا كلشي بغيتوها مرحبا شوف ليها كوميطه تاع اش بغات كوميطه تاع 1500 درهم شوف ليها تما في سميتو شوف لاباج غتلقاهم وجبدهم ليا في المحل راه حطيناهم داك النهار كاملين ها نتوما البنات 194000 ريال و79 المهم هذا هو البري ديالها بالريال حاولوا انكم تقراوه راسكم باش تعرفوا والمو ديال الاخر الجرامات ديالها هما 22 غرام فاصله 55 56 ها نتوما البنات نباله غزاله وضربوا الكالكول في ديوركم بوحديتكم باش تشوفوا بعينيكم ها نتوما نباله غزاله الثمن ديالها راه حنا قلناه شحال اللي هو ما عقلت المهم ما عقلتش على الثمن ديالها وهادشي كله غادي نعاودو نحطوه في لاباج انا عطيكم الدوره ديالها راه مسرعه
هذه فيها 6 في الدوره البنات، 6 نيشان، 6 في الدوره. اللي عجبتها عجبها الكرامات والثمن دخل واتساب ومرحبا، وعمل بانكلي في التليفون مرحبا والف مرحبا. غنمشي لكم البنات لهذا الخاتم بالاخر بالبراسي ديالو حتى هما. اه راه كاينين في لاباج، كاينين الكوميطات، كاين كلشي، يعني غير دخل لاباج غادي تلقاهم تماك. ديك الساعه ما عجبتها حتى شي حاجه نعاودو نشوفو لها المحل اخر واش فيه شي حاجه. اللي هانتوما البنات خاتم بالبراسلي ديالو غزالين، هانتوما مسيرتين بالحجر كيحمق هاد البراسلي. هذا راه مستعمل البنات ياك، قالك مستعمل هذا راه مستعملين البنات ب 430 درهم الغرام، كلشي 430. هادو كانوا غيدوزو كثر من هكاك، ولاني جبناهم حنا اليوم برومو ب 430 درهم الغرام. ودابا غنعطيكم الغرامات ديالهم قدام عينيكم. المهم سمحوا لي البنات من ناحيه الريال حيت راني ما كنعرفوش بزاف، راكو عارفين. وعليكم السلام اختي جينان. المهم هذا فيه 9.33، 9.33 ب 430، جاتو 4011 درهم، 4011 درهم ضربوها 20 عطاتو 80000 ريال و23 درهم تقريبا، ماشي وبيتي 38، 80000 ريال و238 فرنك. قلتها بالفرنك عاود شتي طيحه حسب هذا الفرق انا منين جاني. عندنا 80000 ريال و280 اجي لهنا قالهم هاد العدد هاد الدريات ديالكم كبرتو بالفرنك يمكن احسن لي. 80000 و200، 80200 البنات. المهم ها هي قراوها لراسكم لاخوكم الوالدين. دابا المشكله فيا ما نقول غير الدرهم ونوض، ولكن راه كاين اللي كيقول لك قولي لي الريال انا تما كنحصل. ها انتم البنات ها هي 80200، ها انتم الثمن ديالها هو هذا. حاولوا انكم تدخلوا تشوفوا بوحديتكم، قراو بوحديتكم الله يرحمكم الوالدين، بوحديتكم قراو سميتو الريال ديالو، حيت انا راه الريال مشكله معاه. خصني استاذ بالله الا خصني استاذ يبقى يقريني فغادي نشوف مول الدار يبقى يقريني الريال ماشي يجري عليا شي يقول لي تيها سنين وانت هنايا بغيتي كاع تحفظي. هذا 5.9 البنات، 5.9 البراسلي، 5.9 البراسلي. المهم هما كيضربوا الكالكول في ديورهم، يعني ما كاينش شي حاجه كاع في النحصل انايا كاع، الله يجازيهم بخير اذا سهلوا عليا. والخاتم 1.7، 1.7 الخاتم. دونك غادي تضربوا الكالكول، ضربوا كلشي في ديوركم بوحديتكم. اللي ما تعرفش تشوف ولدها ولا بنتها ولا راجلها ولا شي حاجه وتشوف راسها الثمن. شوفنا رشيد الكوميطات في حدود 1500 درهم. ا رشيد قولي غير بالدرهم، هذاك الشيء اللي غادي ندير غنقول لكم غير بالدرهم. الريال قولوا في راسكم. انا ريال حسين عواني معاه وغنمشيو لهاد السلسله هادي البنات غزاله بالبراسلي بوندونتيف ديالها تبارك الله غزاله. هادي 430 درهم الغرام، هادي ب 500 درهم الغرام، جبناها ب 430 شي حاجه اللي ناضيه البنات قتاله قتاله البنات في الشكل ديالها. بوندونتيف حتى هي ناضيه، فيها هاد العلاقه ديالها صحيحه ومتينه، شي حاجه اللي واعره البنات. المهم غادي نمشيو للغرامات وانتوما انا نضرب هنا الثمن وانتوما قولوا الثمن عندكم عاود شوفوا الثمن عندكم في ديوركم. دونك 24 غرام في 70 نضربها في 430 جاتها 10600 درهم تقريبا، 10600 درهم في 20 جاتها 1,012,000 وشي صريف بحال هكاك. المهم كل وحده غادي على حساب هذا الميزان الهبيل اللي جاتها مليون البنات، مليون و 12000 ريال تقريبا، مليون و 12000 ريال. هذا هو لو بري ديال هاد السلسله بها بالبوندونتيف، شي حاجه اللي غزاله البنات هانتوما، شي حاجه اللي ناضيه واعره. اللي عجبتها غادي لها سكرين دخل الواتساب مرحبا. بالنسبه للبنات البراسلي دوزناهم، الا كنتي غتاخديهم بجوج راه غادي نقيمو لك بالثمن اللي قلنا لك، كنتي غادي تاخدي غير حاجه وحده دونك التوصيل ما غاديش يكون غراتويت البنات، راه غادي يكون على حسابك. قولي الدرهم والاورو ساهلين، قولي شديك ساهلين
قولي حتى الريال مفهمتش. الريال حبيبتي راه عندي مشكل معاه بصح الاورو والاخر مرحبا. هذا البنات هادو اللي بغات تاخذ تاخذهم بجوج راه غتاخذهم غراتويت، بصح الا كانت غتاخذ غير ارتيكل وحده دونك ما غيبقاش غراتويت البنات لان اصلا ما فيهمش الربح بزاف. جبناهم برومو ب 430 دونك غادي يبقى التوصيل على حساب اي حاجه خديتيها غيبقى غراتويت، بصح الا قسمتيهم خديتي غير ارتيكل وحده ما غيبقاش غراتويت غادي يولي على حسابك نتيا. المهم ها نتوما في اخباركم هذا الشيء اللي كاين باش تعرف فيكم ما تصدم الغد ليه تقول لي اختي بغيتها ارتيكل، نقول لها اختي راه تصغت توصيل على حسابك تقول لي لا قلتي لي غراتويت، نقول لها ها نتوما دابا انا قلت لكم كل شيء قدامكم باش حتى ما تقول لي لا قلتي غراتويت. دونك غادي نمشيو البنات لهادي نبالة تتحمق الشكل ديالها غزاله البنات شي حاجه اللي واعره ها نتوما فيها البلع ديالها الصح والعمل الخدمه ديالها صحيحه وزوينه مسيرتيها بالحجر هنايا واعره شي حاجه اللي واعره واعره البنات الشكل ديالها. وغادي نمشي نديرها لكم فوق الميزان فيها 17 غرام طبعا الميزان الاصلي ديالها هو 17 غرام 86 بحال هكاك 17 غرام فاصلة 86 430 جاتها 7679 درهم 20 جاتها 153000 ريال و 600 هاك 153000 ريال و 600 هذا هو لو بري ديال هاد النباله هادي ها هي هادي 17.86 في 430 7679 درهم تقريبا هذا هو الثمن ديال هاد النباله الثمن ديالها الثمن ديالها البنات انتما كتضربوا الاثمنه في ديوركم وكتاكدوا من لو بري اللي كنعطيكم دونك يعني حتى شي حاجه ما مخبعينها عليكم انتما نباله كتحمق والدوره ديالها راه هي 5.9 تقريبا هانتوما 5.9 في الدوره ديالها ها هي 5.9 هذه هي الدوره ديال هاد النباله دونك اللي بغاتها غادي لها سكرين تدخل عندنا الواتساب تاكد لينا من الدوره ديالها ومرحبا والف مرحبا البنات. بارطاجيتي يا رشيد ضروري اختي وريني عفاك قبل ما تدي 1150 درهم 1500 درهم غير بغيتي تقولي وديتي لخدمتك وسمحي لي بزاف عفاك نادين عطيني هاد الكتابين نمشي نشوف شكون فيهم هي بغات تشوف دونك ما عندهاش ليا لاباج ولا شي حاجه مش